آمن الرسول. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. شكرا يا حنين، ما شاء الله عليك. شيخ اشرف حنين، ازيك؟ الحمد لله. انت منين؟ الشرقيه. اهلا وسهلا. وعندك كام سنه؟ انت منين يا شيخ اشرف؟ نعم. منين؟ مين حضرتك؟ انا من صهار. طب يعني مش انت سألناها بنتك؟ وهي بنتي فعلا، انا عندي حنين وهي حنين اشرف وانا عندي وهي على اسم بنتك. ربنا يحفظهم الاثنين يا رب. ربنا يكرمهم يا رب جميعا. وانت في سنه ايه؟ سنه سته داخله اولى اعدادي. ازهري؟ اه. طيب برافو عليكي يا حنين، انت شاطره وبسم الله ما شاء الله عليكي. بس انا عايزك وانت بتقري يعني بالراحه خالص، عشان انت يعني ايه بتبذلي مجهود جامد قوي كده وانت بتقري. لا الموضوع بسيط خالص، وبتاخدي نفس كده. لا الموضوع بسيط خالص، ابسط من كده خالص. ها انت شاطره وكويسه وجميله خالص، وده انت كلمه بيه ديت نطقتيها الدكتور شريف، انا متاكد هيعلق لك عليها ويقول لك يعني بصي هيقول لك انت جميله فيها. لان ناس كتير قوي بتغلط فيها. بتغلط فيها. ها انت جميله. هي بقى عشان اول مره تجيلنا وكده، فممكن التوتر بتاع الهواء. بس هي اه هي متوتره شويه، لكن هي بسم الله ما شاء الله عليها. جميل. يعني برضو في اخطاء بسيطه كده، لكن ان شاء الله يعني في المستقبل هتبقى ممتازه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. ربنا يحفظها حنين. دكتور شريف الله عليها، ربنا يحفظها يا رب. وطبعا يا رب. سنها صغير مبتدئه. وهي اول ما مسكت المايك كده وتعاملت معانا افتكرت الشيخه المرحومه ام السعد رحمها الله، كانت بصيره بقلبها ايضا وكانت من اشهر المحفظات باعلى سند في مصر. رحمها الله تعالى، وربنا مد في عمرها، كان عندها 105 سنه ما شاء الله. حفظت مصر كلها، كانوا بيسافروا لها اسكندريه علشان يقراوا عليها. فان شاء الله نشوفك زي الشيخه ام السعد يا حنين باذن الله. عايز تبقي محفظه؟ عايزه ابقى دكتوره في الجامعه. تبقي دكتوره في الجامعه ومحفظه برضه ان شاء الله. تبقي دكتوره في الجامعه ان شاء الله يا رب. حنين تميزت بالتفخيم والترقيق اللي هو اعلى من سنها برضه. قالت اطعنا باسلوب جميل جدا. وقالت واليك المصير. وهنا الراء احيانا الاولاد بيقولوا واليك المصير. على اساس بقى ان الراء برضه مفخمه. طبعا هنا قبلها ياء وقبلها صاد مكسوره، فطبعا هنا ايه المصير قالتها باسلوب جميل جدا جدا. وقالت الهمسف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت باسلوب برضه جميل. ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب، واتمنى لها الخير. بس في وقف، مش الكلام ده مش ليها. ده للكل. للشيخ بقى؟ لكله بقى. لا ولا للشيخ، ربنا هي عشان نفسها بقى. هي عشان نفسها. وقف ما ينفعش اقف عليه عشان وقف قبيح، هو مش حرام. انقطاع النفس ده امر انا ببقى غالبني انا مش قادر عليه. لكن انا ببقى مستعد ان في حته ما ينفعش اقف فيها. فدي الاستعداد بيخليني اتجنب هذا الخطا. اللي هي ايه بقى؟ قوله تعالى كما حملته. ما اقفش عليها. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته. ما اقفش. قول كما حملته على الذين من قبلنا. فانا بقول لحنين دي هديه ليك يا حنين بقى ان شاء الله. وما حملت كما حملته ما تقفش عليها تاني. خلاص تجهزي نفسك وربنا يوفقك يا حبيبتي. شيخ محمد، يعني انا شايف حنين بسم الله ما شاء الله احساسها عالي، والتجويد عندها بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك فيها
ويصلح حالها يا رب وتبقى دكتوره زي ما تتمنى هي. وان شاء الله باذن الله يعني ختمها حنين القران. ختمتيه بسم الله ما شاء الله. ختمها 7 سنين. الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويحافظ عليك يا رب. يا رب امين. التفخيم والترقيق ما جاش من فراغ. لا 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 ما شاء الله. طيب ناخد تصويت حنين. شكرا. وبعد تصويت حنين هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع حضراتكم كلامنا في كلام هوايه.